استقبل سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي بمكتبه في قيادة الحرس الملكي صباح اليوم الفريق كارل ماندي قائد المشاة البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق وخلال اللقاء بحث سمو قائد الحرس الملكي مع قائد المشاة البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية أطر تعزيز التعاون العسكري المشترك مشيدًا سموه بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين في جميع المجالات، وما تشهده تلك العلاقة من تطور ونماء على كافة الأصعدة، حضر اللقاء اللواء الركن حمد خليفة النعيمي نائب قائد الحرس الملكي.